اولا معك نور الدين العقاني رئيس الجمعيه المغربيه للارشيف ديال الكره لاعب سابق ديال النهضه الرياضيه السطاسيه. المقابله ديال اليوم شيئا ما افرحت الشعب المغربي والجمهور الرياضي بصفه خاصه، فالمقابله عرفت واحد انتعاشه هجوميه كبيره بخلاف اللقاء السابق ديال ضد المنتخب الغاني اللي كان تقريبا سخط جماهيري كبير على المدرب وعلى الطريقه اللي مشات بها المقابله. اليوم حاول المدرب مع رجوع اللاعبين اللي كانوا مصابين، دخلوا تقريبا ثلاثه في الشوط الاول، دخلوا ثلاثه اللعابه وعطاو واحد الاضافه المرجوه، سميتو لعبنا تقريبا الماتش كامل في نصف الملعب ديال الخصم، استغلنا الثغرات ديالو بشكل كبير، اخترقنا من الاجنحه من الوسط من العمق من اي بلاصه، خلقنا شلال منهمر من الفرص، مع كامل الاسف ترجموا يلاه جوج الفرصات للاهداف. بالنسبه لحراسه المرمى كان كل شيء يطمئن، بونو ابار واحد الخطا اللي دار فيه واحد الكره هوائيه، ما طيله المقابله فكان جيد. بالنسبه للدفاع لا المدافع الايمن ولا الايسر ولا ديال لاكس سونترال كلهم كانوا ممتازين جدا، كان كيقوم بالتغطيه عليهم المرابط بشكل جيد. بالنسبه للاملاح واللوزه تحركوا احسن من الماتش اللي داروه مع غانا. في الخط الهجوم عرفنا الدخول ديال الكعبي والدخول ديال التيسودالي اللي تناغموا مع سفيان بوفال، وبالتالي خلقوا واحد المساحات كبيره في الظهر ديال الخصم اللي كان كيرسل كرات عميقه هو رومان سيس كيرسلها في الميطه الاولى نحو الكعبي، مما شكلنا واحد الخطوره كبيره على المدافعين ديال جزر القمر. في الميطه الثانيه خصوصا بعد الدخول ديال فجر وديال النصيري وديال بوخلال فانتعش الهجوم بشكل كبير وخلقنا العديد من الفرص، نقدر نقول حتى 10 12 فرصه، ومع كامل الاسف بغرابه شديده كتضيع سميتو فاس فاس مع الجول اللي من هذا الموقع كنشيد بهذاك الجول ديال جزر القمر اللي ابان على العلو ديال الكعب ديالو واللي كيستحق بانه لاعب سميتو المقابله احسن لاعب في المقابله، الا انني متخوف من عندما نلاقي منتخبا كبيرا من حجم كوت ديفوار ولا الجزائر ولا تونس ولا الكاميرون في ثمن النهائي او ربع النهائي، ما غاديش يكون عندنا هذا الكم الهائل من الفرص اللي خلقنا اليوم، فالمباريات الكبرى غتكون مغلقه. كنتمنى من المنتخب المغربي باش يعالج هاد الثغرات ديال الهجوم اليوم، وفي التدريب خاص السي وحيد هالي لوزيتش باش يوجد التوليفه المناسبه ويوجد واحد التجانس كبير بين خط الهجوم غير مع بعضياته، لان تقريبا لا اللي كيلعب الي دروا ولا الي غوش خاصهم يصيبوا بعضياتهم مع المهاجم الاوسط لترجمه كل ذاك الكم الهائل من الفرص الى اهداف حقيقيه، لان في المقابلات الكبرى اللي غنلعبهم ضد فرق طبعا كبيره في نظام خروج المغلوب لا في الثمن ولا في الربع ما غاديش يعطيونا بمثل هذه المساحات الفارغه، وما غاديش يفتحوا لنا بحال هذه الممرات اللي فتحت لنا جزر القمر اليوم. على اي في الماتش تقريبا داز لا باس به، الا لانني صراحه مصدوم من هذه النتيجه، لان النتيجه كانت خاصها تكون منطقيا هي 5-0. واش كيبان لك المنتخب المغربي مرشح انه يفوز بكاس امم افريقيا 2022؟ لحد الساعة المنتخب المغربي جيد جدا في الدفاع، جيد في حراسة المرمى، لكن في حراسة المرمى لكن في الهجوم وجب عليه الاشتغال كثيرا، وإذا اشتغل على الهجوم وحول أنصاف الفرص لأهداف فأنا ذاك سأرشحه على الأقل لبلوغ نصف النهائي. المردود ديال المنتخب المغربي اليوم وفي ظل الأداء الباهت لمختلف المنتخبات خصوصا في الجولة الأولى فنقدر نرشحوا النصف النهاية، لأن حتى المنتخبات العربية لا الجزائر ولا تونس ولا مصر ما دارت حتى شي حاجة في الماتش الأول، ولكن تقدر تصافق حتى هي بحال المنتخب المغربي، تقدر تصافق في سميتو الجولة الثانية ديالها كما صافق الكاميرون أمس اللي سجل 4 أهداف وبين بأنه مرشح فوق العادة بأنه غادي يفوز باللقب، وعلى الأقل بعدها غادي يبلغ سميتو النهاية. كنتمنى المنتخب المغربي يعالج العقم الهجومي اللي عنده باش يوصل لهذا نصف النهايه، ولا مشى بهذه الطريقه يقدر يدي الكاس،
وخصوصا ان المنتخب المغربي ما كان حتى شي واحد كيراهن عليه بقوه قبل بدايه هذا، كان على غرار المنتخب ديال 2004 ديال الزاكي، لان حتى واحد ما كان كيراهن عليه. ومن اللي مشى بلغ الفينال كنتمناو هذا السيناريو تكرر مع واحد هذا العام ان شاء الله. اشترك الان في قناه اشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.